طور كل شيء تازين، كل شيء جاهزة، كل شيء شريت، كنا نصور الحريرة. لا وقبيله قلت لي ما تصور، انت قلت لي ما تصوري لا شلايد لا 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 دجاج لا طواجن لا والو، صافي. ودابا كان انا بغيت نصور الحريره. دبر راسك تصورها، صوريها علاش الحريره ماشي شي حاجه؟ عويلي عاد نصور تحرير تشوفونا، راح نصور الحريرة بلا رمضان. هذاك سير البر كل شي كي يضحك على بنادم يقول لك هادي حق انا دايره الطوموبيل، حق انا بات عليها، هيا بدل دايره غير حريره. ها بنادم راه كيعمر وكيدوي. وياك امي سيدي خدينا الدجاج مشوي للغدا. ايوا راه كنا كنديرو ديما، ديري نهار تجيبي الكبدة والقطبان، ديري نهار يكون الصبايد تكون ميدة مذوقة، هي صوري وقولي مهانة. ودابا راه غبرت القحبات غلقان زاد غدوايات. انا اللي كنعرف العيانة تسكيتو عياني حس يا امي راه تكلتها ليا لي تا ديك النهار كانت يقتلونا غا بعينيهم عند حنا قالت لي الله ديك البكرات غادي يقتلونا بعينيهم اها دابا ضغطو علينا قالت لي خاطئ يشدو فيا النميمة ويضحكو عليا يا كمان ايه تقولك حكا لي دايرة الديور وقيلو هي عايشة بالحريرة وبيادو سقرامة كي كاع ما تقراش كيما قلت لها ليت لهادو اش قلت لها؟ قلت لها مسكينه راه غزيتو عندها ديال هاد الشيخ امي السعديه وهذا وياك لينا في الغدا اش صوبت لك؟ صوبت لك لطيفه الدجاج من شويه في الفرن. ايه وانا قلت لها لهاد المراه انت دابا راه جيتو على غبنا داك الشيء جاك على غب مراك تا موفا هاديك انت هادا حلالينا لا تسد علينا هذا مركز قلت ليها راه شوفي كل واحد شنو علاش علاش درتو هكا قلت ليها فين هاو كان هادوك هاو كان على الخان اه قلتي العونيات حورية ايه قلت ليها هاو تجي تلقى الميدة مذوقة وداكشي اللي كاين قلت لها الميدة مذوقة تهضري على خزيبية عليها على هاديك الخاندة سولتي بلا ما تسميها هاديك الخاندة بتاع الخاندة قلت ليها في الاخر قلت لها انا هذا تعايرتني انا تبعت فيا كنغرم عليها بالألفين قلت لها اخا بالألفين كنعطيها بالربع الاف بالألفين بالزلقة بالحمراء وفي الاخر قلت لها في الاخر قلت لها صدقت معانا فيا ميور اش معانا في كانتي وانا؟ حقت قلت لها جات عندي جابت ليا الفلوطة وقالت لي خليها شفتي مطيطية وثوما كيحطها قلت لها انا حطها حدا مالي تطيطو لا ها ما حيراتك ما ضرباتكش أنا اللي كتبت هاد المرة كضروني على الشيطان واكلة ساربة ما دايرة ليا والو هي قالت لك قلتي لها راك راك راسها راك تضربني ما طلعها هي كتكذب فين عمرك ضربتين ما عرفتش اختي مازال أنا كمشت فيه لا طلعها عليها أنا قلت لها أنا مازال على النار وعرفت كيف بار عليا راسي وتقلت على المرة حشومة وعيب انت شفتيني صراحة مش حشومة أم حاضرة ترى عيب حرام هي بغاتني بنت من نبرك عندها بغاتك تمشي عندها مروسة كانت غادا عندها نجوى طلبنا أنا قالت لي نحب كي غنقول لك واحد الكلمة سمعها مني ولا سمعها قالت لي قولي قلت لها مشيتي هي راه عزيز على ولادها ولي غاتمشي غندق عليك غادا تحلها غتقول لها أنا مزوجة لك في وليداتك إلا كانت مالا عندك غترديها لي راه ما غنضربها ما غنستافوها قالت لي طبعا مابقاش مشي عندك هو ياك مع أمها بقاو لي بقاو فيا غير فليساتك اللي كنت تشرشمي فيهم لا عندي غادا تدي مالي نعمر ما تكلوش كرات الزوز تشوف هي راسها طب راسها غادا نطلع معاها ومخا تعيد قالت تمعرف عمرها ما تكون لي امرأة وما تدخليهاش شنو؟ واخا تموت ما تسمعليهاش وما تدخليهاش كيفاش واخا تموتي الله يحفظك امي سعدية ما تدخليهاش قول اختي واخا تموت ما تسيري بحالك والله يحفظك علاش قلتي واخا نموت ما تدخليهاش؟ اش بغيناها يلا سمعنا في المال عايرت لي امي عايرتني انا عايرت امي الله يرحمها علاش اختي ما عايرتني انا
انا عارفني ما قلت لك شيء. هذيك راه كانت قوه، هذا كانت قحمه، وكانت ما قالتش عليا راجلها مزيان. انت واك عمرو كان يقول لي صراحه دي عليا ما نكذب على سيدي ربي. وهي قوال جدتنا الناس خلاتهم مخوز العينة مشى الأخرين وفوت معاهم. أويلي عطتني 400 قالت لك عطيتها 2004 خليتها عندها 1400. هيا مليكة باقة ما زلت لاقيك مع الوقت. وزدت لها قلت لها 400 قلت لي خلي لي هاد الموت عليا 400 عندك تنبغيها. قلت لها صافي من غيرها ما كاين. وقالت لي خليت عندها قلت ما عاد ليك ولا ليها. انا غنخليت مالي ما خليت عليك تملويا واللي خليتها ونسيتها. وتما داك قلت لها تعالي تي هذاك قلت الحر ما يبقى تي شي اخر هيا غدي لها تملويا تعطيني انا ندير قوم درك علينا كمارتو. الله خليت هنا ناسيها مسكينه. قلت لها كتخلص كاع ما بغيت تخلص كاع. هو دار شكون هو البرغوش اللي كيجي صوب ليها كما ما غادي يدخل. ما قلتيش عطيتي 4000؟ نسيت عطيتي 4000. ما عرفت لك اخويتي انت راه كتسير معانا. انا ما كنساش فلوس براسك بعدا. انا ما كنساش فلوس. ما عطيتيش 4000 ممكن نخرج عليك على 10 وما رجعش. يا ما عرفتك ما غادي تعطيش. انت قلتي لي ما عنديش. ديما كنتي تلعبي خطره دوا معاك مديتي لي 5000 من الشرب شرا الموطور. ايوا دابا راه شريت الموبيل على دارك. كني ما تعطيه 4000 3000 2000 حتى هو راه كان يمشي عند خزيبية قال لكم الصدقات ويسوسها. على من؟ على خزيبية. كان يمشي عند انت اللي ديتي. انا اللي ديته وريته له. صدقي انت ما عندك شهادة. انا نية. انت كيضحكوا لك العيالات وكياكلوك دماغك. دابا عندك هاد البنت وفحنا معاها ومعقولة وطريبة ومزيانة سوسي الخرا. أنا نقول لك تا هي ما نعرف كيفاش غتخرج قضيتها. لا لا الله يعمرها دار. لكن هادي بنت ما فيها لا تحرمية لا هادي لا هادي. حلفي باش نشوفها. كنا داويين غير على مول الدار على الزاويين. وقلت لها اختي أنا كنت واكلة الذهب وكون بقيت راه كنا ندير مع 8 مليون تحت مني. حرمني وطلق ليا ما حدا ما حتى ترحمونا به. أمي سادية شنو ما عيشوش معايا مزيان؟ مزيان مزيان. خوف ليا غير الفلوس اللي كانوا عطوني الناس. لا تسحب القابية المحل. خوف ليا الفلوس. والجمع يعطيني، ما تعطيوني. هو المرأة هو. هي كان كنعطيك. سيدي دابا ما فهمتيش. دابا هو سي الراجل راه ما عليه والو. راه المرأة مرتو. مرتو صويرية وسحانة. مول الدار دابا كتهضري على مول الدار. دابا كتهضري على خزيبية اللي كنتي تهضري عليها. كنهضر على مول الدار. ما بخاتمة ما بعيرة ما والو. يا ويلي كنت ديك زينب اللي قلتي لي تلاقيتي معاها. غير ما تبقيتش كدوي معاها عند ليتها مع امها. وتشوفي الدراع وتشوفي الدراع وتشوفي الدراع. تقول لك سيري شري لي شيتا. حياتي تحكوا لك. حلفي اويلو كلشي كلشي خلص. قولي والله اويلي انا دابا واخا نقدر نديك ما كنعقلش على الدار وما نقدر نمشي معاك الطوموبيل ونقدر نسول عليهم ونوري. عرفتي خدني تي نمشي البنكة حنت نسختك البنكة وانت اش بغيتيها؟ عليك تي بسقي. لا لا عندي ضريبة ضريبة ديك زينب. مي سعدية الا جاو قالوا لك فرقي سارة تفرقيني. شكون هو؟ الناس ما كاين اللي يقول لي خزيبية ما كانتش تقولها لك. هاديك راه الحياة هاديك راه بغاتني نحضر لها ولادها. اويلي امي سعدية ما سيري تنعتي. لا لا شفتك من طمعية جاب لها دار انتي راك مطبية. انا كنت شوية وقرنود ملكت بحال دابا. دابا مرت بزاف. اويلي ما مرتش كاع واخا ماشي بحال. ولكن ام سعدية علاش قلتي لي واخا الموت ما تدخلهاش ما نسمحش لك؟ واش قلتي لها؟ والله يحفظك من الموت. واخا ماشي الموت راني ياك مرت من دابا قلت لك مشات طيبة. اه. وماتت عند الناس. الموت صحيتي راه عمر واحد ما يقول انا شتي اللي جاتو قتل عيني هادي اللي في الحبس خواتاتي كلهم كيما الخير نعرفها
كلهم الطهرة والدين مزيانين وحزان كلهم ماتوا، وهي حد ما مزيانة تربي خلاه وطول لها الأحمر راك الحبس. وشقيت عليك تحياتي، عمرك ما قلتي لي التحدية سمحي لي، راك حزنتي لي وراك حكيتي لي على اليمين وراك طيقتي لي وراك درتي لي وكانت صحة كبرة بملاح. قولي لي يا سعاد دعي معايا. الله يسهل عليك. كتبغيني؟ والله ما بين طالع انا كم انت راكي صاحبتي ماشي امي ماشي جده، انت راك صاحبتي. شوفي انا هما انت راك صاحبتي. سوري هذوك لا شتيهم كشي زهره كان قالتني بوك حفره ما كانش يدافيا وانا ندير كلهم قلت لك كانوا يجوا عندي ياكلوا ويشربوا يدين وما كانش يقدر يخلوا لي اولادهم كيقول لي امي غايبه العربيه امي غايبه انا امي. واحد النهار شي وحدين قلت لك نعدهم المرأة كانت تجي لبنت العمارية والراجل مات وبقات غبنة ولقاني هنا هنا عندك وقال لي هادي مساعدية كي دايرة تلم عليا ولدم وسخبار وقالي طالع كنت طلعتي وقلت لي طلعي بشوية قال لي عرفتيني قلت لي عرفتك انت ولد فلان اللي مات فوق مات قال لي قال لي راه قالت لك مي انت دوزي معانا غير خير نبغيك تجي عندنا ألف مرحبا بك. الوقت اللي جيتي كتيرا كنا انا وزهرة وكنا بالعربية راه كانوا غزيران دراوية راه عرفتيها مشات هي والمراكشي قلت لي لا دابا عندي واحد المرأة ما عمرها دراوية الله يخليك مالية فيا واكلة وشاربة تقول نقول نمشي عند امك لا انت كتجي من العمارية صافي امي شوفي ما خايت جبدي الناس وصافي نسي علينا الناس كنبغيك امي بزاف وشوفي الله يطول في عمرك والهلا يحرمني منك وديك الساعه الا جات الله يحفظ هذيك العبده منا شوفي لا ما نبقاش نضربو يلا سلم وصافي ما خلينا ندار مريض اختي راه مريض ما كيبغيش يحفظ اختي خلي راه مريض يلا سلم ما نبقاش نهضر معاه يلا سمعيني نكمل انا نبعد منه وسمعيني ولا جات ديك الساعه والله العظيم واخا تلقى السما مع الارض ما تدخل عندي لداري وما تعفط فيا وانت اصلا راكي ساخطه عليا ما عمرك شتي عليا حتى حاجه سعديه سمعي نقول لك سمعي ها سعديه شارك على هي وها سمعيني ايو قالوا لي تزوجي نتزوج شي والرويجل كاين زاي ولا خدمه عندك لنا ايو هك على طاجين فاس هك على خبز الرباط ايو هك على حلوه شوفي كان دايره التحديه غادي نحط لك واحد الحريره امي عرفتي الحريره كي دايره اللي نحط لك البنات هنا درت الكرافس الربيع والعطريه سكينجبير مليحه شويه التحميره غتقولي لي حنا ما كنديروش في الحريره التحميره وانا غنقول لكم كندير التحميره وكندير القرفه كيلددوها وكتجي غزاله ما شاء الله وسكينجبير الخرقوم بلدي والابزار ونديروها التقليد هذه هي طريقة شف الحريرة نخليوها تغلى شوية تقلى ونزيدو عليها الماء سخون ها هو الماء ديالنا طاب نزيدو عليها البنات هنايا من بعد ما طاب لينا الحمص والعدس زدنا ليه داك شويه طماطيشه اللي بقات كنا طحناها مع البصيله
هنايا غير بغيت نقول لكم الحاجه اللي ناكد عليها هي الطحين اللي غادي ندور به دابا كيكون صبر قليكم يا بربعة السوايع يا بثلاثه السوايع طحنتوه وخليتوه يخمر ديروا ليه السلوفان ونخليوه يخمر فهمتوني كيخمر الخميره لا والو مليحه ويبقى يخمر حتى تدوروا به كيجي زوين هو اللي كيزيد اللذه انا نسيت ما درتش هكا حيت الحسه ديال البيض ديال الحريره على غفله وما درتهاش هادشي اللي كاين وغادي نزيدو الشعريه رقيقه اللي بغى الروز كل واحد باش كيدور انا هذه هي الطريقه ديالي البنات هنا دورت بالفورص ودرت طريقه الفورص اللي قلت لكم ديرو درت مطيش الحك وريحه الشعريه كتجي غزاله الطريقه اللي كندير هذه هي طريقه شي في الحريره البنات ها هي الحريره كيفاش كتجي صراحه كتجي غزاله زينه تنساني شكون انا اويليش تبارك الله عليك سعاد واقفه حدايا البنات هي تقول لي بقات شويه قالت لي زينك نساني شكون انا هاد الاغنيه نهار كامل هي لاصقه ليا في فمي عرفتوا البنات كنت كنهضر مع صاحبتي غربابيه قالت لي وريني الحريره اللي صوبتي وهذا وهذا قلت لها صافي يلاه سيري تلاحي عليا دابا ايوا وهي تقول لي واش غتصوري قلت لها لا راني صور ملي دخلت نقلب لقيت راسي ما مصوراش غنقول لها بوسه كبيره ليك حبيبه ديالي ان شاء الله ملي تجي تدخلي المغرب نصوبها لك باذن الله ها نمشيو عند امي السعديه اجي صافي هزيها سعاد هاد الملويات صوباتهم لينا سعاد انا ما صوبتهمش الصراحه امي السعديه زينك نساني شكون انا زينك نساني شكون انا نعم مزيلك هاد انتي تسخنتو صوباتو سعاد سخون سخون هادشي امي السعديه بغيتك تدقي لي الحريره بعدا اري لي معلقه غادي انا تديتو ما سخنتو راه صوباتو ودقي الحريره دقي لها هذيك ما سخنتو راه سخناتو امي انا هذا سخنتو هذا راه طيبه راه صوباتو مع الجوج كون سخنتي يا صاحبي مالك راه سخون امي هاكي عاودي سخني لها امي شوفي لي الحريره دقي الحريره وقولي لي كيفاش جاتك الحريره غادي زوينه باش عرفتي ان انا كنديرها زوينه ايوا قلتي لنا الحريره مالها غادي يوحلو منها يوحلو فيها واخا لالا خطي تجيب زوينه يعطيك الصحه زوينه شنو تبغي تقولي للبنات امي سلمي لي على البنات اسفك كبيده بنات الله يعاونكم الله يسهل عليكم الله يفتح لكم بيبان الخير تيسير وجربوا هاد الحريره والله البنات الوصفه اللي عطيتكم ديال الحريره غزاله 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 بزاف ودي انا طيبه تغتلي امك تقعدي